دي السنة اللي خدنا فيها كأس الأمم الأفريقية، فاكرين؟ طيب فاكرين مارادونا وهو شايل كأس العالم؟ دي السنة اللي خسرنا فيها صلاح جاهين وراح مننا شادي عبد السلام، بس دي السنة برضو اللي انفجر فيها تشيرنوبل، السنة اللي العالم كله كان خايف من التلوث النووي، وبرضو دي السنة اللي عملنا فيها أحلى أفلام البريء، الطوق والإسورة، عودة مواطن، للحب قصة أخيرة. ياه على دي سنة أهي راحت خلاص بقت ذكرى.